مثل ما عم خبرك يا سيد نعيم ما إلهم حدا هون ما لحق يموت طلع العزا عندي هون بقلب البيت ايه لشو فكرك اني يعني عائلة شجرة عائلة كبيرة ما انو ما قالون حدا كل عمرهم كحيانين حزبا يا مروان حزبا ابتليت انا بالعزا اني اعمله عندي بالبيت ليك من نصيبة الله يرحمه ليك الله يرحمه ايه الله يرحمه ما رح نقول شيء انا حزنت تعرف صغير كان بعد محله بحاش تبكي وتحركي مشاعرهم هلا بصير بدهم يبكوا واذا بكيو لو بصير بدهم ياخذوا كلينكس شو ما كلينكس حني عني بقى ما بطرقك على جوزتي بس شو عم نحكي عم نحكي صغير ما تحكي واذا ممنوع ابكي عن جدي ولا كلمه هلا تحكي ولا كلمه ما بتقدر هي حال الدنيا يلا شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل ابدا حياتي جبته للزلمه اللي بيضيف قهوه الماتر مين الماتر اللي بده يضيف قهوه للعالم اخوك اللي بده يضيف تجيب لك واحد انا ضيف من هذا اللي لابس ابيض وحاطط بابيونه جايب خيي ضيف بالعزا ايه لانه انتم كل عزواتكم باحدى الصالات كانت تصير منيح اللي الله عطيكي هذه الاوضه لعتلي ضيف تعدب تفضل بروم تفضلي هاي ليه ما بصير تفضل على المرحوم نتفه انت في دلقة انا بفرجيك رح توصل لهون هلا انا بفرجيك ما بصير شيله شكرا لازم على روح المرحوم والله ما روح المرحوم ان شاء الله بضيف عن روحك يوم من الايام بس تفضل رح يجي هاليوم الله يرحمه ليش اشرب لك شوفي لا ما عليك ما بده تعال هون تعال هون تعال هون تسلم دقيتك خيي حبيبي عمرك ما تشربي قربوا لي عادل اول شيء هولي البنات اللي عاملهم من الدورة القديمة تبعية التفل ايه وهلا قلت لي شيلهم تبع الفلاجين قبل ورجع حط لهم مي وحط لهم نصفة مي واغليهم ايه برافو عليك ايه بعدين ليه عم تزرع عليها للمخلوقة؟ قالت لك ما بدي عشو عم روح المرحوم عم روح المرحوم عشو خلص قالت لك ما بدي ما تلحق تقول لك ما بدي بروم انا بروم انا ما تزرع على العالم انت مروان عيب بقى ما عم بدي قلب ما بقدر انه قاعد عم بيسرفس للعالم خليهم هيك ضبهم هيك مثل ما هن ضبهم مثل ما هن حطوا عليك البلاطة البلاطة تنزل عليك بليز بس تجيب لي كلينكس بليز تكرمي يا ابني يا ابني يا بهي يا بهيمة لحظة إذا بتريدي كلينكس سد خدي شرشور من هذا خدي هذي عطائين ها وحدة لإلك وحدة لحدك طاق اسحبيها هيك مثل ما هي نفي وما تكبيها ليش؟ مركي فتي على الحمام تستعمليها جوا بالحمام ما اوكي اسحب لك سحبه قرب لك قرب هادي حطها على التدخيتي ها هادي حطها على التدخيتي حاططها انا جزيربها فوق حطيت ما بينحط شيء قدامكم الله لا يوفقكم يا بيت الرقروقه هاي شو هيدي تعال اقول لك هادي شكلك بدك تفوت على الحمام حط لي هادي على الباب عجل روح حمام معطل ايه معطل شكلك شو يطرقوا هالمي ويصرفوا جوا حط معطل ما انه معطل روح. لك يا عم معطل عطلوا انت عم بقلبك شو بهيم لك عم بقلبك شو بهيم يا مروان خلصنا بقى ما شايفين كيف قاعدين عم يعصوا على الصانه يعني فايتين يفرغوا جوا كله طيب يلا وين بده يروح عندي كله هذا جوا خلص عيب على بوق وعلى هذا طيب هلا يا ساعه الاكل اكل مي عن روح الفقيد ياكلوك الحياه يا اكل مين مروان ليش في اكل عن روح الفقيد مين ايش بده ياكل يا مروان كل العالم عيب لازم نضيف اكل الله ان شاء الله بضيف بعزاكي اكل حدا مزهر شو لا اي مزهر انت ما فيك انت ما فيك الا بدك تنط دغري جيب تروقها كفين بتفيق في مزهر عنيت المزهر حق 6500 ليره عم بقلبك وقلبك تراكف عم تفيقها مش الحال مش الحال قوم ما غطى قلبك الا هون انت هلا وين انت وين انت هون بالجنه قاعده عاد تركع عم اقول لك زيحك مزهرة بعمل قهوة بعد ما تعمل قهوة بدهم ياكلوا يا خي شو قهوة حاجة يا جماعة حدا بده ياكل لا ما هيك لا شو في أكل يعني لك شو كحياني وفجعاني انت كمان عم تسألي عن أكل ما في أكل في أكل ما هوني ما حدا بياكل جعيني ضيفه خلص روحوا الله معكم الله يرحمه وصلون على الباب وطعلى حدي انت ولادب العوض الله يسلمك ما تقوموا سوري مرسي ان شاء الله كل ما سلم عليك واحد بدك قومي وتقعدي تصرفي كالوري بصير بدك تاكلي خليك قاعده لابسه يا مروان ده قرب لك لهون وقيت البن قد ايه بعد في منها بعدها ما انجب اخذنا منها معلقتين انا جايبه وقيه بيطلع لي معه وقيه ببلاش هديك الوقيه شايلها لبعدين لا شو بشيلها بعدين لضيفه بعزاك وبعزا اختك مروان